كبير لمسلسل النجمة يسرى خيانة عهد في رمضان اللي فات، واللي قدمت من خلاله تيمة الانتقام من أسرتها اللي تسببه في موت ابنها، هتقدم في شهر رمضان 2021 مسلسل جديد بتدور أحداثه عن عيلة برضه بعنوان حرب أهلية. مختلفة جدا عني وجدا عن أي شخصية تانية أنا واخدها في حياتي، فكان تشالنج بالنسبة لي. شخصية مركبة جدا بس دلوقتي بموت فيها ومش عايزها تخلص خالص، وحبيتها من قلبي مع الحاجات الحلوة فيها والحاجات الوحشة فيها، والفخورة وأونرد أن أنا أكون موجودة في مسلسل يسرى تحديدا في رمضان في مصر. دي حاجة كبيرة جدا ليا. أول مرة وقفت قدام يسرى عملت كده والكاميرا عليا، ما عادش عارفه اقول ايه. حرب اهليه، فخوره وأونرد ان انا اكون موجوده في مسلسل يسرى تحديدا في رمضان في مصر. دي حاجه كبيره جدا ليا. اول مره وقفت قدام يسرى عملت كده والكاميرا عليا، ما عادش عارفه اقول ايه. حرب اهليه،